لقد وجدنا أكثر من حساب مرتبط مع هذا الرقم الهاتف. يعني أن هناك بعض إخوة يقومون بإنشاء عدة حسابات بواسطة رقم هاتف واحد كما وقع مع هذا الأخ، والآن وجد مشكلة في عملية تسجيل الدخول. سوف نشاهد الصورة بالتحديد كما تلاحظون. هذه هي الصورة التي تظهر للعديد من الإخوة، ووعدتهم بأنني سوف أشرح حل هذه المشكلة وسوف أعمل على ذلك إن شاء الله. فلاحظوا معي هنا، قلت له يجب عليك أن تقوم باستخدام اليوزر الخاص بك لكي تقوم بعملية تسجيل الدخول، وفعلا قام بالعملية وتم تسجيل الدخول. لاحظوا معي هنا كما تلاحظون، هذه كما قلت لكم إخواني الكرام، راسلني هذا الأخ ولقد قمت بمساعدته بهذه الطريقة التي شرحت لها. قلت له قم بالدخول بواسطة اليوزر نيم الخاص بك وسوف تقوم بتسجيل الدخول. كما تلاحظون الآن قد تم فتح الحساب الخاص بك، كما تلاحظون فتح. الآن سوف نشرح كيف نقوم بحل هذه المشكلة. قبل ذلك أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. جيد، الآن سوف نقوم بفتح الحساب في صفحة جديدة. سوف أقوم بالدخول إلى تويتر. جيد، الآن هذه الصفحة الخاصة بتويتر، تسجيل الدخول إلى تويتر. هنا يجب عليك أن تقوم بوضع إما رقم الهاتف الخاص بك أو بريد إلكتروني أو اسم المستخدم. لديك ثلاث خيارات. إذا كنت قد قمت بإنشاء الحساب بواسطة رقم الهاتف وقمت بإنشاء عدة حسابات بواسطة هذا الرقم الهاتف، سوف تجد مشكلة في عملية تسجيل الدخول. أما بالنسبة للبريد الإلكتروني فلا يسمح إلا ببريد إلكتروني واحد. أما بالنسبة لاسم المستخدم فلكل شخص لديه اسم مستخدم، ويمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول بواسطته، وهذه الطريقة شرحتها في إحدى الحلقات كيف تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تويتر بدون استخدام بريد إلكتروني أو إيميل، وهذه الطريقة شرحتها، وسوف أضع لكم إن شاء الله أيضا مقال خاص بها. الآن كيف سوف نقوم بالأمر؟ أنا سوف نقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بنا وسوف نشاهد المشكلة الذي ظهر مع العديد من الإخوة. هذا هو الرقم إخواني الكرام. هنا سوف نقوم بوضع كلمة المرور. سوف أقوم بوضع الباسورد أو كلمة المرور. سوف أقوم بعملية تسجيل الدخول وسوف تشاهدون المشكل الذي سوف يقع مع العديد من الإخوة. لاحظوا معي هنا، هنا يقول لك بأن هذا الرقم كما تلاحظون. سوف نقوم بترجمة الرسالة حتى نتأكد من الأمر. نعمل على ترجمة الرسالة إلى العربي. وجدنا أكثر من حساب برقم هاتف هذا، يرجو محاولة مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم أو بريد إلكتروني الخاص بك. كما أخبرتكم يجب أن تقوم بتسجيل بالدخول بواسطة اليوزر الخاص بك أو البريد الإلكتروني. وكيف تقوم بالحصول على اليوزر الخاص بك؟ الطريقة سهلة جدا، تقوم بالدخول إلى حساب آخر، مثلا حساب صديق لك أو شيء من هذا القبيل، أو حسابك أنت شخصيا إذا كان لديك حسابان، أو تطلب من صديقك أو تقوم بطلب من أحد أصدقاء أن يقوم بالبحث عن الحساب لكي تقوم بمعرفة اليوزر الخاص بك. مثلا هنا سوف أقوم بكتابة محمد مقصدي بهذا الشكل. هذا هو اليوزر الخاص بي وهذا هو حسابي كما تلاحظون معي الآن. سوف أقوم بتحميل اليوزر كما تلاحظون. هذا هو اليوزر، واليوزر دائما يبدأ بعلامة الأروباس كما تلاحظون معي هنا. هذا هو اليوزر الخاص بي، سوف أعمل له كوبي ثم نتوجه إلى هنا، نقوم بإزالة الرقم الهاتف ثم نعوضه بالاسم المستخدم كما تلاحظون. الآن سوف نقوم بإدخال كلمة المرور. نقوم بإدخال كلمة المرور بهذا الشكل ثم ننقر هنا على لوج إن، وبعد ذلك سوف نقوم بتسجيل الدخول إلى حسابنا على تويتر بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل، وسوف نشاهد اليوزر الخاص بنا. نقوم بالذهاب إلى نقوم بالنقل على الصورة الخاصة بنا، وكما تلاحظون هذا هو حسابي كما تلاحظون. الآن قد قمنا بتسجيل الدخول باستخدام اليوزر الخاص بنا وقمنا بحل المشكلة هذا الحساب، هذا الرقم الهاتف مسجل به عدة حسابات أو وجدنا أكثر من حساب بواسطة هذا الرقم الهاتف كما تلاحظون. فالعملية بسيطة جدا إخواني الكرام، فقط بعض التركيز. يجب عليك أن دائما أن تتذكر اليوزر الخاص بك، أو يمكنك أن تقوم بعمل سكرين لليوزر الخاص بك بهذا الشكل حتى تتذكره كما كذلك بنفس الشيء بالنسبة للمعلومات الأخرى الخاصة بحسابك كما تلاحظون الآن، ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بتذكره كي تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدامه.
كما تلاحظون إخواني الكرام، هذه الطريقة أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.